لازم نعمل صيانة للفرد كل فترة والتانية حتى ما يصدي، لأن الصلاح المصدي ما بيقاتل وبيروكب. هالقطعة يلي ماسكها بإيدي اسمها السبطانة، شو اسمها؟ وبدك تركي هلأ البطيخ مبسمر من إيدك واسمعيني. سامعتك سامعتك، شو مفكرني طرشة؟ وهالقطعة، شايفة هالقطعة؟ هي اسمها الأخمص. شو اسمها؟ الأخمص. علي صوتك أم أسعد، لا توشوشي حالي. اسمها الأخمص، فهمت والله فهمت. شينا هي، وهلأ رح نمسك القماشة بإيدنا ونبلش بمسح القطع. اي قوم قوم خلصني بقى، الاكل صار جاهز والسلطه كمان جاهزه. لك هلا انت ليش بصرتك محروقه؟ اه بقيلي 10 دقائق بس. اجلها هلا بعدين بيبرد الاكل. يبرد ستي شو اعمل له؟ وانا الثاني والله كمان ما بقدر خلي الفرد مفكوك 20 قطعه على الطاوله. هلا بعدين بتركبه وبتمسحه، خلينا نتغدى بالاول. ولك شو بعدين؟ شو بعدين؟ شو جنيتي انت ولا هسترتي؟ العصر لازم كون على طريق درعا عم استقبل الحج نزار السويتكي، ولازم اوصلي مشطين ثلاثه على قليلي. شبك ابو اسعد؟ هلا انت رايح تخوض حرب ولا رايح تستقبله للزلمه؟ ولك يا ام اسعد، ام اسعد افهميني مره واحده بحياتك قبل ما اقطع وموت منك. ها شبك شو حكينا؟ ولك انا كم مره قلت لك الفرح ما بيصير بدون قواص؟ لازم الرصاص يئز ويلعلع حتى يحس الحجي انه في ناس عم تحتفل بجيته، والا بحس حاله مثل الدبانه، ما حدا بحس بجيته ولا حدا بحس بروحته. اي معك حق معك حق ابو اسعد، شوف لقلك الاكل جاهز، بدك تاكل كل، ما بدك هاتغدى انا واسعد. ايه لا والله ما حزرتي. وليش بقى يا بعدي؟ اسعد ما له غدا. ليش بعدي؟ هيك لانه في عنده درس. يلا ولك درس لك. لك حاجتك غشمنه يا ام اسعد، حاجتك غشمنه. لك الصغير عنده درس باقسام الفرد ستاندرد ومن ذاته التعبويه والقتاليه. هي ما شاء الله حولك وحول التعليم تبعك ما شاء الله. ولك انت يا اخ من النسوان، انت هيك الله مقدر عليكي تضلي طول عمرك جاهله؟ وليش بقى جاهله؟ بعدين لي لشوف. لك انت بتعرفي هذا الفرد كم ضرب بيوسع؟ وانت حضرتك بتعرف كيف بتنحفر الكوسه محشي وقديش بدها بالطنجره لحتى تستوي؟ لي لشوف تعرف ينحفر الكوسه المحشي. لك روحي من وشي، روحي من وشي هلا. ايه لك روحي، مو شاطره الا بالبوشه او رد الجواب. روحي تعال هون انت بابا، تعال تعال هون، والله ما حدا بيفهم علي قدك. تعال لشوف، بالكل ما حدا بيفهم علي مثلك. عود هون لشوف، عود. اسمع شوفني منيح شو عم ساوي وتابع. هلا الفرد مبحوت. شو بقول؟ الفرد مبحوت. انتبه منيح، هالقطعة هي لك اترك النفخة من ايدك، العمى ضربك اتركها حاجة ولدة اللي بقى. شو بك؟ آخر قطعة بتركب بالفرد هي أول قطعة بتنفك، شايف؟ هي وبعدين منعمل حركتين أمان، شوف حركتين شو؟ أمان. بعدين إذا كنت بشي عرز بدك تفتح أدنك على مصاريعة، يعني إذا سمعت رجال عم تهتف بالعراضة زين زين مكحول العين وعادنا فورا، بتسحب الفرد هيك وبتعوز تيك 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 تيك. هي اسمها الطريقة الأسعدية، أنا اخترعتها بابا، شايف شلون؟ تيك 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 تيك. شو صار؟ ايه شو قررت بعدين؟ رح تجي تجيبني من بيت اهلي المساء؟ لا المساء مالي فاضي، خلي اخوك يوصلك. وليش مانك فاضي؟ شو في عندك بقى؟ معزوم على عرس ابن فرحان الوزه. ايه وقريضة عزايم ان شاء الله. ايه والله والله ما عم يعزموك لهون ولهونيك الا مشان تقوصلك كم ضرب. ايه وشو فيها؟ بالعكس هالشي بيشرفني وبيرفع لي راسي كمان. بتعرفي ليش؟ لانه القواص هيبه ومرجله وزقرتاويه. ايه لكن ايه والله العالم لما بتشوفني ماشي بالحاره بالورب مثل السلطعان بيبعدوا عني سفر سنه خشيه واحتراما.
لا سيدي لا، مو خشية واحتراما، بس المثل قال بعيد عن الشر وغني له. والقواس يا ابو اسعد بيني وبينك ها ما في زعل، قله عقل وطيش، ولدني مو مناسبه لعمرك، ازوق بازوق. اسكتي يخرب بيتك شجره، مو شاطره الا بالمقلسه انت. ولك يا عالم يا ناس يا هو، ولك انا نص البلد بتخلالي ومرتي نازله بساحلي كسح. اي طبعا، لانه انا عم بحكي. ولك على نصتي كل حرف، العمى بقلبك شو بتلعي؟ قسما بالله يا ام اسعد، وهي قدام ابنك، اذا بتجادليني بهالموضوع تاني مره ما تلومي الا نفسك. علي ما علي بخليكي شهرين ببيت اهلك. ها اسمعي، هذا فرد ابو سليم شيخ الحيطان. لعيونك ابو سليم رح جاوبك على الحارك. ولك حاجة بقى، رعبتنا. لك لا تنسى انه في عندك طفل صغير. ولا يهمك، خليه يطلع عسكرت لأبوه. شو عليه؟ ودخلك؟ ليش أبو سليم شيخ الحيطان عم بيقوس؟ ما بتعرفي، حاكم هذا أبو سليم حساس كتير وعاطفي، وإيده والفرد. يعني مثلا بجوز عجبته شي اكله طبخت له اياها برتو، او بجوز اجا ضيف عزيز، او لقط شي طير حمام. بس وينك؟ انا ما قصرت، ها وربي يشهد شوفت عينك وسمع اذنك، فورا جاوبته واكيد عرفني. لك تسلم لي عينك يا ابو سليم، تسلم لي. والله شايفت لك سوسة هالقواس رح تخرب بيتنا شي نهار. ولك انت ما في بتمك كلمة حلوة، ما في عندي غير التشاؤم والمقت. العمى على الحالة، بكون الواحد فرحان ومبسوط بتجي انت بتعكري. ايش وقت يا ها؟ ولشو كل هالفرح بقى؟ ولك ابو اسعد، نسيت لما هربت مثل الارنب من عرس بيت ابو الحطب لما اجت الشرطة وسألوا عنا؟ يوميتها حطوا لك السلم وهربت من على الاسطوح مثل القطط. ولا نسيت لما قوصت بطهور ابن الناطور كيف تخبيت بالسقيفة حتى ما يمسكوك؟ ولا كيف قوصت جدي تبع بيت ابو مرعي؟ ولا كيف بخشت الدش لشيخ الحاره؟ اي ما حلك تنسى، لانه ما صرنا شهر مخلصين من حق الجدي والدش. اي بس بس، حاشي علاك فاضي. اصلا هذا كلياته من غيرتك. وليش بدي غار بقى؟ بتغاري مني لانك ما بتعرفي تقوصي، هذا اولا. ثانيا انت عم تغاري من شهرتي. دخيلك، وما لقيت تنشهر الا بهالشغله. ليش بها هالشغلة؟ كل رجولية وكدعنة. بعدين نسيتي انه جوزك ابو اسعد احسن واحد بيقوس بالحارة، وفرده بعمره لا ركب ولا عصلج ولا مرة. ونسيتي انه انا صرت صاحب مدرسة بالقواص بيسموها الطريقة الاسعدية. طبعا نسيتي. لك قوم بابا قوم، شو بدنا بقر النسوان؟ قوم. على الحكي ليكم. لك لوين بدك تاخده؟ لوين؟ بدي اخده حتى يتعلم شوية زقرتاوية وتتعود ادنيه على قواص احسن ما ينطرش. إيه لا والله ما بتاخده، قال ياخده. يي ليكوا على هالحكي، هاد اللي كان ناقص. لك ليش خايفة كل هالقد؟ اسعد رايح مع ابوه مو مع واحد غريب. ايه ولو كان؟ بخافوا لي على قامت تصيبه شي رصاصة طايشة. والله ببرك برضي يا ابو اسعد. لك مسكينة انتي مع سعد، والله العظيم مسكينة. يعني منين بدها تجي رصاصة طايشة؟ من جماعتك اللي عم تتسابق انت وياهم بالقواص. ليش فكرك اللي عم يقوسوا ولاد صغار ولا غشهم بالمصلحة؟ اسمعوا على الحكي اللي بيهز البدن، اسمعوا. ولك هدول عباقرة اساطين، يعني واحدهم بيقوس 10 مشاط رصاص ومع ذلك لا ايده بتهز ولا فرده بيحمى ولا ادنه بتوش ولا كعبه بيصحط ولا قلبه بيرجف ولا عينه بترف. مدام بتحبوا القواص هيك. ولك هلا لا تخلطي لي شعبان برمضان، نحن قواصنا للفرح وبس. قوم بابا قوم قوم خلصني. إيه لا والله ما بخليك تاخده عن هيك مسخره والسما زرقاء. ولك بيكون حمار وخرفان، كل واحد بياخذ وبيعطي مع النسوان. اي والله المحاورة معكم بتجيب لي جنان. تعال تعال وتقبلني. ام اسعد يا ام اسعد، لك ام اسعد. اهلين ابو اسعد، خير؟ شو في؟ لبسي لي الصغير بسرعة الله يرضى عليكي. خير، ليش بدي لبسه؟ بدي أخده على مصور حتى يصور لي إياه بهالبدلة هي. بدلة شو؟ شو هالبدلة هي؟
لا معلش يا ابو اسعد، خليه بوعي احسن. فوت. لا ستي ما حذرتي، ما رح صوره الا بهالبدله وبدي احمله فرد كمان. يا علينا رجعنا لقصة الفرودة، لا حول ولا قوة الا بالله. لا خلصيني هلا بسكروا المصورين، صارت الساعة واحدة. ايه لك امتى بدي اخلص من فصولك وعمايلك؟ امتى بدي افهم بس؟ امنتوا بالله تعمي. لازم اعود الولد عرجولية من صغره. ولك يسلم لي اللي خلقك، يسلم لي. لك شلون طلع مثل مونتجومري؟ ولك ما تعدم النياشين اللي على صدرك يا بابا، عقبال ما ينملى صدرك نياشين حقيقية مو تقليد كيف ما كان، وعقبال ما تنملى كتافك نجوم وشواهين ونسور وحساسين. ولك تروك من ايدك هالمسخره. إيه؟ وحاجتك ولدني وصغر عقل بقى. شو ها؟ شو بده يكون يعني دب؟ لك شو هالدب؟ ليش هيك لونه؟ لانه من روسيا، هيك الله خلقه بعد اسمه الرب. دب روسي؟ وشو جابه لعنا هذا؟ اخي احمد اشترى له اياه، عندك ماني؟ الك والتاني على الاستفاده، وما لقى غير دب روسي الا الدبب عنا؟ بعدين وينك؟ من هلا ورايح بتنبهي على كل اهلك واخواتك وبتقليلهم لبقى يجيبوا هيك شغلات مسخره لابني اسعد. وليش بقى؟ لولا ما كانوا بيحبوه ما كانوا بيجيبوا له هيك شغلات. ما بدي يطلع الولد مثل البنات، بدي اياه رجال زقرت ارفع راسي فيه. فهمتي التكتيك تبعي خانوم؟ ايه. وشو بدك اياهم بعد يجيبوا له؟ خليهم يجيبوا له رشاشات، بواريد، بومبات، فرود إرهاب، دبابات مصفحة، طيارات، قنابل. لك شي من هالنوعية شبكي؟ أما هاي شغلة الدباب ما بيحملوها إلا الدباب. يلا بابا خلصني يلا، إلا لأمك خاطرك. كف رجال مثل زقرتاوية يلا لشوف. باي باي ماما. لك اطرق كف رجال. لك إيه تعال خلصني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا حباب. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. سلم بابا على عمك. سلم. كف رجال. ما شاء الله. أيوة ما شاء الله عليك. أبو إيش حضرتك؟ الداعي أبو غسان. عاشت الأسامي والله يا أبو غسان. أهلين وسهلين. إيه أخونا الكريم. نعم. بدي تاخد لي صورة معتبرة لهالقبضاي. حاضر تفضلوا. ما خلصت كلامي لسه. آسف أمور. بعدين بدي منك تكبر لي الصورة وتبروز لي اياها هيك برواز غالي. اي مو مشكلة. اهلا وسهلا تفضل لجوا على الاستوديو ولا لاحق. اهلا وسهلا بشواربك. اهلين يا فوت بابا فوت. فوت بيي. فوت لهلا فوت. تعال لشوف عودهم. ايوه لا تحرق لا تعذبوا لعمو، شعراتك مشطين ما في منهم. خود مسيك لهلاك سكو بايدك هيك. ايوه شباك لا طلعوا نهورون وايه. ايوه شبك مشلوش؟ هدول صور بني ادمين، بعمرك ما شفت بني ادمين انت؟ قل هو الله واحد. شو هاد؟ شو حامل الولد؟ شو حامل يعني؟ فرد حقيقي؟ الا كان تقليد؟ هذا الفرد الشخصي تبع محسوبك ابو اسعد. وفي رصاص ليكون متكوك؟ يمكن ما في، ما بعرف والله. استنى لشوف. لا اطمن ابو غسان، ما في فرد فاضي مسيك. هل هذا الفرد مرخص ولا هيك وهيك؟ والله هو لحد هلا ماله مرخص، بس بدي رخصه بحجه اني راعي غنم. واذا اجت الشرطه لعندي وشافت هذا الفرد ما بتخرب بيتي؟ ولك شو بك متوهم؟ والله ما كنت متصورك بلا مؤاخذه خروق لهالدرجه. بعدين شو بده يصير يعني؟ ما راح يصير شيء. ليش مين بده يخبر الشرطة؟ أولاد الحرام كتار، ما بتعرف يا أستاذ شلون الواحد تجي ساعة النحس. هلا كلها دقيقتين نصور الصغير ونتيسر. ماشي الحال. بدك صور ابنك على الواقف ولا على العاعد؟ لا على العاعد أهيب وأركز. حاضر عمو عود من هيك. أيوة لك يا ابني خلي المسدس على الحيط الله يرضى عليك. أيوة لا إله إلا الله. شبك طول بالك يا ابني. ايوه واقفين حلو. ثاني خليك هيك على الوضع ثانيه واحده بس. يا كريم عمو طلع فيني لهون. ايوه برافو عليك.
ايوه ابتسم عمو ابتسم نشوف. لك وين راح الولد؟ ما راح بعيد. لك وينه؟ هون جنب الحيط. قوم عمو قوم قوم تعال يا ابني هلكتني. عودك يا ابني عود. ايوه وينك؟ طلع فيني انا ولا تتحرك لحتى الا تتحرك مفهوم؟ خليك عم طلع فيني. لك ابني ايوه لعندي. لك لعندي لك ابني. لا تعذب عمك ابو غسان يا بي، واذا وقفت مليح راح اشتري لك بوزه. بدي بوزه بابا. لك شو عم نحكي لك؟ اذا ما تحركت ووقفت مليح راح اشتري لك بوزه. بدي بوزه هلا بابا. لا مو هلا مو هلا، بس يصورك عمو ابو غسان صوره حلوه بشتري لك بوري بوزه. ما بعرف بابا بدي بوزه. هلا ضروري تذكره بالبوزه يا جاز. عمو هلا وقت صورك ببعت لك ابوك يجيب لك بوزه. منيح طلع فيني لهون بنص الكاميرا تطلع. بدي بوزه. لك مو هلا البوزه، يلعن ابو البوزه. طيب شو رايك ابو غسان روح جيب له بوري بوزه حتى يوقف مليح. يا اخي وين بدك تروح هلا؟ انا ماني فاضيلكم، خلصوني الله يرضى عليكم. بابا بدي بوزه. ولك العمى بقلبها؟ لك اهدا، شو مركب زنبرك اسمه البوزه؟ لا انا ما بسمح لك. ها ليش هيك عم تحكي مع الولد؟ لا تخاف يا بي لا تخاف، هذا زلمه ما بخوف مثل ناد يعني. اوعك اوعك يا حباب الله يرضى عليك، لا تحكي هيك مع الولد مره ثانيه، خلينا اصحاب الله يحن عليك. اخي اخطانا نطلب منك السماح، بس خلصوني وراي اشغال، انا مالي فاضي لك عمي. حط ايدك هيك عمو. لك يا ابني هيك حبيبي، هذا المسدس تيل على ايد ابنك، شو رايك صور لك اياه مسدس من عندي؟ وشو شكله فرداك؟ شو شكله؟ بلاستيك، شو شكله يعني؟ هذا هو ها؟ هذا هو. ولك شو انت ما بتستحي انت؟ طق شرش الحياة عندك ولا ما عاد فيك جنس الخجل؟ ليش بقى؟ شو أذنبنا أخي؟ بدك ياني صور ابني بفرد بلاستيك حتى صير مضحكة قدام سكرتاوية الحارة؟ وشو عرفوا انه هذا فرد بلاستيك ولا فرد حقيقي؟ ولك حبيبي لا تخبص في الحكي الله يرضى عليك، ولا تخلي عيني تحمر منك. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ هدول اللي عم تقول عنهم ما بيعرفوا البلاستيكي من الحقيقي، هدول خبراء بالسلاح خلقانين مع فرود ستاندرد والبرابيلو والكولت والسميت والمكروف، وبيعرفوا نوع الفرد من لمعته، لك من صوته، من اللحمسه، ومقوصين فيه رصاص على عدد شعر راسك. حاضر سحبنا كلامنا اخي. ايه؟ راح صور لك ابنك بمسدس تبعك منيح. ابري عليك. حاضر عمو ارفع المسدس هيك الله يرضى عليك. ساعده بابا. يا ابني هيك ايوه ايوه خليك هيك. ساعده يا ابي ساعده. يلا ايوه. اي اخ اخ امنتوا بالله على هالنهار؟ اخ مشط رجلي راح. لك انا مشط هاد ما صار شيء، شو بعد؟ العمى شو نعنع؟ اخي انا ما عاد بدي صور ابنك، لقيلك مصور تاني بيكون احسن لك. ولك طول بالك شو بعد؟ ما خربت الدنيا، العمى شو انك خروق ومتشتش؟ اخي هي تركت لك الاستوديو الك ولابنك ولمسدسك لفردك، بطل صوركم بطلت. اخ اخ. لك وين رحت يا حباب؟ يا عبضاي العمى اخس عرجال الغريبة. ام اسعد يا ام اسعد. اهلين ابو اسعد. اهلين امي. اهلين فيكي. شو ملاقيك راجع ومعك كاميرا؟ شو ما صورت صغير عند المصور؟ ما صار نصيب، بقى استعرت هالكاميرا من عند ابن اختي صياح حتى صوره هون وناخد راحتنا على 24 ايراط وهو حامل الفرد مثل السلاطين. دبر حالك انا ماني فاضية، عندي كوم تكوي. تعال لك بابا تعال تعال. ريتا ما تبلى هالبدلة عليك، عليم الله طالع مثل الدوتشي موسوليني. عود لك عود. شوف هلا بتقعد منيح، بترفع راسك شوي، ارفع راسك. ايوه عبيس عبيس سكرت امك مزبوط، لا تفتحه، حط العقده على وشك. بدي على وشك العقده تبان كانك زلمه بياكل الحديد والصخر، فهمت؟ خذ الفرد لقلك، هات هي مع البوظه، خذ الفرد
اعملوا هيك على صدرك، امسكوا هيك على صدرك، هيك هيك مثل ابوك بالصوره، فهمت؟ فهمت؟ عبس عبس، ايوه عبس، لا تحرك، ايوه تطلع علي لما بقول لك تطلع، فهمت؟ يلا. لك تعال هون، شو بك؟ شو بك طاير عالك؟ تعال هون لجنني، تعال شوف يا. تعال عود هون، عود وعبس مثل ما قلت لك، وامسك لي هالفرد هاد بايديك، مسكة زقرتاوية، فهمت؟ لك ليش عم تطلع؟ شو بك هون تطلع هون؟ هون بدي صورك بالكاميرا أنا هني، طلع فهمت؟ لك بس ولعب، بس لك أم أسعد يا ام اسعد. اوه علينا، لسه كل شوي بتنادي لي، طيب مو شايفني عم بكوي؟ فهمني شو بدك؟ انه بس بدي افهم من وين جاي هالقطة؟ انو قطة؟ يعني مالك سمعاني صوتها؟ ايه بسيطة، بيجوز نطة من على الاسطوح او متعرفش على شي شجرة ونازلة عنا، بدك شي تاني؟ لا سلامتك. هلا عيطتلي مشان القطة؟ الحفيظ يحفظك شو قلبك فاضي وعيشك فاضي. ولك هاي القطة ما عم تخليني صور الولد، لسه بيحوص يمين وشمال. واقف منيح ولك، واقف، ليش عم تطلع هنيك؟ واقف هون، هيك، ارفع راسك، عبس، اطلع لهنيك، هلا بدي صورك هنيك، عبس، ارفع الفرد هيك، قيم ايدك هي، ارفع الفرد هيك، رفعت زقرتاوية، طلع هنيك، عبس، عبس، هون، هون، هنيك، هنيك، خلاص. خلاص عبيس عبيس اشوف. العمى شو صار لك انت كمان؟ ليش ما عم ينكبس الزر؟ لك العمى على الحظ مزفت. ام اسعد لك انت ما كنت تبطليها العاده؟ انبح صوتي وانا عم نادي لك، ليش ما عم تردي؟ طيب يا ابو اسعد مالك شايفني مشغوله؟ قلي لشوف شو بدك؟ لك زر الكاميرا هاد ما عم يكبس، بكبسه ما بينكبس مثل الحجر، لو شوفي على هالحظ الاكل هوا، بعد ما زبطت قعدت الولد الزر ما كبس، اكيد الكاميرا عطلانه. هات لشوف بلا ما تنزعه. هي ما شاء الله حولك، ايمانك فاتح العدسة ها؟ وزر الفلاش كمان ما نكابسه، شريف، بقى شلون بدك اياها تسوي؟ خذ مشان الله، روح صوره وخلصني، خذ! يا هاتي. يا حبيبي كملت والله. لك وين الفرد؟ اه وين حطيته؟ ولك تراك وتراك وضع من ايدك، جاوبني وين الفرد؟ وين حطيت الفرد؟ لك بدي الفرد انا، وين الفرد؟ لك قول وين الفرد، قل لي. لك احكي بقى خلصني انا سمعت. الفرد وينه؟ شبو ليش عم يبكي؟ كان الفرد بايده، فتت لعندك لحتى اشوف شو قصة الكاميرا، طلعت ما لقيت الفرد، عقلي طار من برجه. ايه طول بالك انت الثاني، الا ما يلتقى وين بده يروح يعني؟ راح الفرد يا ابو اسعد، راح الفرد، اخ يا شماتة العيدة فيك يا ابو اسعد، يا شماتة العيدة، بكره الناس بالحارة بدها تقلي وين فردك وين فردك، وبحساب زقرتية والقبضايات يلي بضوع فرده مو خرج يقعد بين الرجال، ولك وين رحت بالفرد يا عفريت؟ ايه شبك انت التاني؟ سمعنا لك حاجة تصرخ. Thank you.
وهي لقينا. لا تزعل. ولك يلعن اخت القط، لقيت القط؟ ليش انا عم دور على القط؟ ولا يهمك امي، خذ حبيبي، بتحب القطط انت تقبرني؟ اخو امي خذ خذ اسعد، اعمل لها هيك حبيبي، اعمل لها هيك، شوف ليك يا حبيبي. تكرم عيونك، هلا بدي صورك انت والقط. لا حول ولا قوة الا بالله، لك شي بيحط العقل بالكف؟ انه الفرد وين راح؟ لك وين طار؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. طلع فيي امي، طلع فيي، ابتسم لشوف الضحك. ايه يلا تقبر عيوني، ورجيني وش القط لشوف. لك العمى، شوفي شوفي يا افندي وين سلت الفرد. امي اسعاد، انت اللي كبيت الفرد بزباله؟ يتقبر قلبي شو انك مزوق. هات بوسه تعال. يا عمري انت، لك يخرب بيتك، شو بضلك؟ حدا بزت الفرد بتنكه الزباله؟ بهدلتني وكسرت خاطري يا فصعون. لا وحلويتها يكون اخذ رطوبه ومي، تضرب شو انك خروق ومتشتش. لعيونك ابو سليم،